عندما خرج عليكم الشيخ من بيته وقال لكم ارحلوا واتركوني لوحدي، كنتم كأصحاب الحسين عليه السلام عندما سمح لهم الإمام بالرحيل يوم العاشر، عندما قال لهم أنتم في حل من بيعتي هذا الليل فاتخذوه جملا، فقالوا كل يقول علي الأكبر، العباس، برير، زهير، قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله، وقلتم له والله لو نعلم بأننا نقتل ثم نحرق ثم نذرف في الهواء ثم نحيا من جديد، ثم نقتل ثم نحرق ثم نذرف في الهواء ثم نحيا من جديد، ثم نقتل ثم نحرق ثم نذرف في الهواء، يفعل بنا ذلك ألف مرة، ما تركناك يا حسين.